السلام عليكم. اول حاجه احنا جينا هنايا كنطلبوا هذه ديال الحق ديال وليداتنا، لان وليداتنا تقصاو من الحق ديالهم اللي هو التعليم. التعليم هو الحق الاساسي عندنا في الدوله ديالنا. ولادنا علاش يتقصاو؟ اول حاجه. ثاني حاجه، علاش المنطقه اللي ساكنه فيها انا محسوبه بني مكاده، علاش يقصيوها؟ علاش يخليو المدينه تقرا وبني مكاده تقصى؟ ما عرفناش علاش. ثالث حاجه، المطالب اللي عندنا التعليم عن بعد، حنايا كامهات كجمعيه الاباء رافضين رافضا تاما وقاطعا القرايه عن بعد، لان ماشي اي واحد عنده الامكانيه يقري عن بعد، ماشي اي واحد عنده الويفي في الدار، ماشي اي واحد عنده الهاتف الذكي في الدار، ماشي اي واحد عنده الامكانيات باش يقري ولادو في الدار. اللي عنده ثلاثه وعنده اربعه. والنقطه المهمه هي الاحياء الشعبيه، اغلبيه 90% الاباء والامهات خدامين. شكون اللي غيقري هاد الوليدات؟ شكون غيكون مع هاد الوليدات؟ حنا كنطالبوا الحق ديال وليداتنا، التعليم يكون حضوري وطنجه كامله، يا اما تقرا يا اما توقف. جمعيه الاباء ديال مؤسسه الطبراني اللي تابعه برشيفه، المنطقه اللي هي محسوبه من الناس اللي مقصيين من التعليم الحضوري. جينا اليوم ما جيناش نعملوا فوضى، ما جيناش نغوتوا، جينا باش نطالبوا بحق ولادنا اللي هو حق مشروع. هذاك الحق ديالنا عطينا سيدنا، عطيها لنا الدوله، التعليم والصحه. هذاك حق ابسط الحقوق ديالنا هو التعليم والصحه. كنتفاجئوا الليله ديال سبعه، شو تنبير ولادنا فرحانين. واش ما فكرتوش يا عباد الله في السيادات العواول اللي هما فرحانين من شهر ثلاثه ما قراوا، غيصبحوا في الصباح يمشيوا للمدارس ديالهم؟ غادي انت ناسي محمد المسؤول عتقول لهم في مواقع التواصل الاجتماعي الا ما تمشيوش غدا للمدارس ديالكم. حنا كنطالبوا بالتعليم حضوري. فين كانت علاش عملتوا لنا نعمروا الوراق ديال الحضوري؟ جسيتوا لنا النبض ديالنا. مرحبا سيدي، راه كلشي غيقري حضوري، راه الناس عندهم كل عائله فيها ثلاثه واربعه ديال التلامذ ما عندهمش باش يعملوا لهم لوحات الكترونيه، ما عندهمش ويفي، ما عندهمش هواتف ذكيه من الاصل. الا غتقرا طنجه كامله مرحبا، غتوقف طنجه كامله الف مرحبا. حنايا ماشي ضد القرار لانكم وقفتونا، حنا لا، حنا ضد القرار ان شي في طنجه يقرا وشي لا. كيفاش انا ولدي كيطلع المسترجم وترونسبور واقف في الصباح كيوز التلامد، علاش ماما هذاك ماشي يقرا وانا لا؟ ما يمكنش هادشي، ماشي هادي ابسط. دابا حنا ما وقفناش هنا على شي حاجه، ابسط حق التعليم. تعليم، واش ولادنا سبع شهور وما في الحجر الصحي وتكمل لي عليهم تيلا تعطيهم الخبر بالليل وانا ما سايقاش الخبر، ودي بنيته بات المدرسه وردوا باكيان؟ انتينا خوفان عليا، انتينا عطيتيني شي حاجه زايده على كورونا. ولادنا في خطر، ولادكم خريتوهم، ولادكم قريتوهم، ولاد الشعب ضيعتوهم، ولاد الشعب.